السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشاط الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشاط. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمات هاتفية من كل من رئيس الجمهورية التركية ورئيس جمهورية فرنسا وأمير دولة قطر. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة إلى 28 شهيدا بينهم 9 أطفال، والجزائر تندد بالعدوان وتجدد دعمها اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه المشروعة. مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول يدرس ويناقش مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بقطاعات المالية، الطاقة، الثقافة، البريد، التجارة والسكن. إبراز الدور الكبير للجزائر في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال المؤتمر الوزاري رافع المستوى حول تسيير تدفقات الهجرة بلشبونة بمشاركة وزير الداخلية. لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية تلتئم اليوم لرصد ثبوت رؤية هلال شهر شوال من عدمها، وعشية عيد الفطر المبارك إقبال واسع للعائلات على المحلات التجارية لاقتناء الألبسة العيد. الروبورتاج من بشار والعاصمة. بداية، تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وأتمنى له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والرفاهية. وبدوره بادله السيد الرئيس بذات المناسبة تهنيه الخالصة له وللشعب التركي الشقيق. وتبادل الرئيسان الآراء حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تطابقت وجهات النظر حول ضرورة وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته. وكان الاتصال الهاتفي فرصة استعرض فيه رئيس الجمهورية ونظيره التركي الوضع في ليبيا على ضوء المعطيات الجديدة والأفاق، واتفقا على لقاء مقبل لتفادي أي انزلاقات قد تنسف المكاسب المحققة. ودفعا للعلاقات الثنائية وترقيتها في شتى المجالات، أكد الرئيسان على ضرورة تفعيل اللجنة العليا المشتركة للتعاون في أقرب وقت بما يخدم مصالح البلدين. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، وكانت المكالمة فرصة لفحص العلاقات الثنائية والاتفاق على تحيين لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى. كما تبادل الرئيسان الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، ولا سيما في تشاد، النيجر ومالي، وما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل في الاستقرار. وبخصوص الوضع في ليبيا، تم الاتفاق بين الرئيسين على دعم مسار التسوية في هذا البلد الشقيق بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا له وللشعب الجزائري كل الرفاه والازدهار. ومن جانبه بادل السيد الرئيس أمير دولة قطر التهاني بعيد الفطر المبارك، معربا له عن تمنياته له وللشعب القطري الشقيق بدوام الخير والهناء. الآن في تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، لارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المتواصل لليوم الثاني على التوالي، ارتفعت إلى 28 شهيدا بينهم 10 أطفال وسيدة وأزيد من 100 جريح معظمهم إصابتهم خطيرة، فضلا عن أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات الفلسطينيين. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. بقلوب تدمع ألما على من فقدوهم من شهداء خلال الغارات الإسرائيلية، شيع الفلسطينيون جثامين أكثر من 26 شهيدا في مواكب جنائزية ملأت شوارع غزة
وسط حالة من الغضب على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي وغاراته المتواصلة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 120 آخرين جلهم من الأطفال. يجي يقصفون الناس نايم، الدنيا رمضان والصغار نايمين في الدور، ويجي يقصفونه F-16 مش صاروخ زناني ولا إيش، لا، وشالوا الشقة عن بكرة أبيها. 80 عيلة في البرج شردوا في الشوارع، طلع الشارع ملان، النساء وأطفال كلهم شردوا. من وين؟ من وراء الإرهاب الصهيوني. الغارات الإسرائيلية استهدفت عمق مدينة غزة وطالت منازل سكنية وأحياء هدمت على من فيها، ولم يبقى سوى الرماد ورائحة البارود وشظايا الصواريخ المتناثرة والتي مزقت ألعاب أطفال كانت ستكون يوما لعبة للعيد. إسرائيل تقتل النساء وتقتل الأطفال وتهدم البيوت الآمنة على رؤوس ساكنيها وتقصف مؤسسات دينية وتدنس المسجد الأقصى عبر قطعان من المستوطنين والكنائس في مدينة القدس دون أن يحرك ساكنا ولو مرة واحدة. يضع إسرائيل موضع محاسبة لما استمرت إسرائيل بهذه الجرائم. يأتي ذلك في وقت انسحبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى على وقع ضربات المقاومة الفلسطينية التي أمطرت المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة بعشرات الصواريخ. مؤشرات أولية بأن المفاوضات تجري تحت ضربات النيران، إذا ما فشلت هذه الجهود فأنا باعتقادي أننا أمام أيام ربما من المواجهة العسكرية المفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي. ومع تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على غزة ورغم رفع الجهوزية التامة للأطقم الطبية، إلا أن المستشفيات الفلسطينية ما زالت تعاني ويلات الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 15 عاما. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. وللمزيد من التفاصيل حول المستجدات في غزة يلتحق بنا عبر سكايب مراسلنا وسام أبو زيد. وسام، هل من مستجدات لديك؟ نعم زميلة العزيزة سهام وسعيد، بالفعل هناك جديد قبل أقل من نصف ساعة من الآن وقبل بداية هذه النشرة، قصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية من طراز F-16 برجا سكنيا كاملا، أكثر من 10 طوابق سوية بالأرض حسب شهود عيان وصلتنا قبل قليل بأن هذا البرج سوية بالأرض بعد أن قصفته هذه المقاتلات الحربية بصاروخين ومن ثم صاروخات صواريخ أخرى من طراز من طائرات استطلاع. هذه أصوات القذائف والصواريخ التي هدمت هذا البرج سمعت في أرجاء مدينة غزة وأثارت الرعب في صفوف المواطنين الفلسطينيين. حتى هذه الساعة وحتى هذه اللحظة الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون في هذه المساكن والشقق السكنية في شوارع غزة ويحاولون لملمة ما يمكن أن يتم لملمته في ظل كم الركام الكبير الذي خلفه القصف الإسرائيلي. حصيلة حتى هذه اللحظة 28 شهيد فلسطيني، هناك شهيد أيضا 29 في نابلس بالضفة الغربية. عدد الإصابات أزيد من 152 إصابة فلسطينية. الغارات الإسرائيلية أسفرت أيضا عن أضرار في مستشفيات فلسطينية. المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة تسببت هذه الغارات الإسرائيلية بأضرار جسيمة فيه، وكما أن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف في مناطق زراعية ومنازل سكنية أخرى. كانت أيضا قبل ساعتين من الآن وقبل قصف هذا البرج كان هناك قصف لمنزل فلسطيني وسط مدينة غزة، كانت هناك عائلة فلسطينية، امرأة فلسطينية تم انتشال جثمانها ونقلت إلى مستشفى دار الشفاء. الأمور نراها ميدانيا أنها تنحدر إلى مزيد من التصعيد، خاصة مع تصريحات سلطات وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها ستقوم بالرد وبقصف مناطق وأهداف كثيرة هنا في قطاع غزة. وسام أبو زيد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من غزة، حماكم الله.
هذا وقد أعرب مكتب مجلس الأمة برئاسة صلاح جوجيل رئيس المجلس عن استهجانه وقلقه البالغ من التطورات الخطيرة الحاصلة في القدس المحتلة، ولا سيما ما تشهده باحة المسجد الأقصى المبارك وأسواره من اعتداءات سافرة تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاصب التي اعتادت الدوس على القانون الدولي والتحدي للمجموعة الدولية العاجزة للأسف عن التصدي لهمجيته. لقد استباح هذا الكيان المحتل حرمة الأقصى في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل، وبالغ في استفزاز مشاعر المسلمين وكل أحرار العالم من خلال طرد الفلسطينيين من مساكنهم وهم أصحاب الأرض الشرعيون، وترويعهم وهم مسالمين عزل خدمة لأجندة استيطانية دنيئة. إن مجلس الأمة أمام هذه المأساة المتواصلة التي تتجدد على مرأى ومسمع من العالم يتساءل عن الغياب المريب لمنظمات حقوق الإنسان والهيئات التي تتفنن في التنظير والتدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة وتختفي حين يتعلق الأمر بشعب أعزل يتم سحقه كل يوم ظلما وعدوانا. إن مكتب مجلس الأمة وإذ يجدد موقف الجزائر الثابتة والراسخة من القضية الفلسطينية العادلة والذي عبر عنه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتأكيده على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للمساومة في إقامة دولته وعاصمتها القدس، فإنه يدعو البرلمانات العربية والإسلامية للقيام بدورها التاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، ويهيب بالمجتمع الدولي التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته كاملة في حماية الشعب الفلسطيني، وأن يحرص على تمكينه من حقه في الحرية والسيادة على أرضه كما هو حريص عليه في أماكن أخرى من العالم. هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أكد ضرورة العمل على إخراج القضية الفلسطينية من الدائرة التقليدية لتسيير النزاعات ووضعها على رأس قائمة اهتمامات المجموعة الدولية والإسراع في إيجاد حل عادل وشامل يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مجددا دعم الجزائر اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة. أود بداية أن أتوجه إليكم بالشكر على الإسراع في تنظيم اجتماعنا اليوم لبحث التحرك العربي والدولي في مواجهة الجرائم الإسرائيلية في القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر، كما أعرب عن أملنا في أن تترجم مواقف الإدانة ومشاعر الاستهجان التي تحودنا جميعا إلى مخرجات عملية نسعى من خلالها بصوت موحد لنصرة أشقائنا الفلسطينيين ووضع حد للظلم التاريخي الذي يتعرضون له. فما شاهدناه بالأمس من قصف وحشي وهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر إلى جانب الجرائم العنصرية والمتطرفة ومواصلة حملات التهويد وطمس الهوية العربية لبيت المقدس ليست حديثة العهد الوليدي تدى اللحظة، إنما تمثل جوهر سياسة الاحتلال المقيتة التي يتم تنفيذها على مرأى ومسمع الجميع في ظل غياب صارخ للمساءلة الدولية. وتأتي هذه الأحداث الأليمة لتذكرنا مرة أخرى بحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني الأبي الواقع تحت الاحتلال والحصار والذي نحيي صموده، والإبراز مسؤولياتنا الفردية والجماعية في ظل ما تتعرض له قضيتنا المركزية من أخطار. سيدي الرئيس، في هذا الظرف العصيب لا بد من العمل على إخراج القضية الفلسطينية من الدائرة التقليدية لتسيير النزاعات ووضعها على رأس قائمة اهتمامات المجموعة الدولية والعربية في البداية للإسراع في إيجاد حل عادل وشامل ونهائي يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، كما يتوجب علينا تكثيف الجهود على وجه السرعة
لحمل المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للإطلاع بمسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية في حماية الشعب الفلسطيني وضمان احترام قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. فالسكوت عن هذه الجرائم لن يسهم إلا في مزيد من تأزيم الأوضاع في منطقة مثقلة بالنزاعات والصراعات. علاوة على ذلك فإن حساسية المرحلة تستوجب علينا نبض الفرقة والعمل على بعث روح التضامن العربي والإسلامي وتجاوز كل الخلافات والصراعات الهامشية من أجل ضمان الانسجام والتوافق الضروريين لنصرة القضايا المركزية لعالمينا العربي والإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ولا يفوتني في هذا المقام التأكيد مجددا على دعم بلادي اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف طبقا للقانون الدولي والشرعية الدولية وكذا مبادرة السلام العربية. ترأس اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا لمجلس الحكومة عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، تمت خلاله دراسة ومناقشة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بقطاعات المالية، الطاقة والمناجم، الثقافة والفنون، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التجارة، السكن والعمران والمدينة. محاور اجتماع مجلس الحكومة يفصل فيها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بالحمر. تطرق مجلس الحكومة إلى دراسة مشروع مرسوم تنفيذي الذي تم عرضه من طرف وزير المالية تطبيقا لأحكام المادة 96 من قانون الجمارك المعدل والمتمم الذي منح لمصالح الجمارك إمكانية اللجوء إلى أخذ العينات وكذا إجراء التحاليل والخبرات التقنية والعلمية. وقد جاء هذا الإجراء لمواجهة الصعوبات التي تواجهها هذه المصالح في مجال إنجاز الخبرات والتكفل بالنفقات المترتبة عنها لتحسين الخدمة العمومية الجمركية وتكريس متطلبات الرقابة وضمان حقوق المتعاملين الاقتصاديين. من جهته قدم وزير الطاقة والمناجم مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان الأول إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب، والثاني إجراءات الحصول على الرخص لإنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب. تتمثل التعديلات الرئيسية في هذين النصين بإدخال تحسينات على الإجراءات الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار التجربة على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق بتسيير الجوانب الخاصة بامتيازات نقل المحروقات ونقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب. كما قدمت وزيرة الثقافة والفنون 4 مشاريع مراسيم تنفيذية حرصا على تعزيز حب القراءة وتحضير جميع الفئات العمرية في جميع أنحاء الوطن على المطالعة لإنشاء جيل مثقف من خلال إرساء سياسة رامية إلى تلبية الاحتياجات الثقافية والتربوية للمواطن. تندرج هذه الإجراءات ضمن خطة ممنهجة لترقية شبكة قيم تغطي جميع حلقات النشاط من المؤلف إلى القارئ مرورا بالمطابع والمكتبات. رابعا، وفي تدخله قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمن كل منهما الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور تكون خلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور والممنوحة لكل من شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال شركة ذات أسهم وأيضا شركة أوبتيموم تيليكوم للجزائر شركة ذات أسهم.
لقد تم إعداد هذين النصين بالتشاور مع سلطة ضبط البريد والمواصلات الإلكترونية التي أكدت استيفاء المتعاملين لجميع شروط تجديد رخصهم بعد تقديم طلب التجديد خلال المهلة المقررة قانونا. وفي سياق آخر، قدم وزير التجارة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم مرسوم تنفيذي ليعود لسنة 1997 يحدد كيفية تسيير حساب التخصيص الخاص المسمى صندوق تعويض تكاليف النقل. وأخيرا، قدم وزير السكن والعمران والمدينة عرضا حول مشروع رقمنة عقود التعمير التي تعد من بين المشاريع الطموحة المسجلة ضمن مخطط عمل وزارة السكن والعمران والمدينة. في ختام الاجتماع، ألح الوزير الأول على أهمية الشروع في تقييم شامل لعملية الرقمنة في جميع القطاعات كآلية لتحسين الحوكمة، منح عطلة خاصة لمترشح الانتخابات التشريعية، ضمان المناوبات خلال يومي العيد في القطاعات الحساسة على غرار الصحة، النقل، وتوفير المياه والكهرباء، وأخيرا التحسيس بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. في الأخير، أغتنم مناسبة حلول عيد الفطر المبارك لأتقدم إليكم بخالص التهاني وأصدق الأماني، متمني لكم عيدا سعيدا. وفقنا الله جميعا لخدمة بلادنا، وكل عام وأنتم بخير. أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم تعليمات إلى أعضاء الحكومة والولاة لحملهم على تمكين الإطارات والموظفين العاملين على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية الذين ترشحوا واعتمدوا لخوض غمار الانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان المقبل من الاستفادة من عطلة تلقائية ابتداء من تاريخ 17 مايو الجاري. علاوة على ذلك، يجدر التوضيح بأن العطلة المعنية ستمنح لهؤلاء المترشحين بغرض تمكينهم من القيام بحملتهم الانتخابية. هذا وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة. ويشير المرسوم الموقع من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى أنه في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، تتكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الخاصة المصاريف المتعلقة بطبع الوثائق والنشر والإشهار وإيجار القاعات والنقل. وتنص المادة 3 من هذا المرسوم على أن الدولة تتكفل بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة يوم الاقتراع. كما توضح المادة الموالية أن المصاريف التي ينفقها الشباب المترشح الحر يجب أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بالحملة الانتخابية، مع الإشارة إلى أنه وفي حال الإمكان يجب أن يكون حجم القاعة التي يتم تأجيرها موافقا لعدد الأشخاص المحتمل حضورهم، بالإضافة إلى اللجوء إلى القاعات العمومية والتنقل عن طريق البر أو السكك الحديدية. وتحدد المادة 5 الوثائق التي يجب أن يتضمنها الملف الذي يقدمه طالب المساعدة على أن يخضع مسكو الحسابات بعنوان النفقات التي تغطيها الدولة وكذا الوثائق والثبوتية المتعلقة بها لمراقبة وتصديق لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. انطلقت اليوم بالعاصمة البرتغالية لشبونة أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول تسيير تدفقات الهجرة غير الشرعية برئاسة الوزير الأول البرتغالي وبمشاركة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود، إلى جانب وزراء داخلية دول أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط وممثلي عدد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية النشطة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. المؤتمر الذي يبحث سبل تعزيز الشراكة والتنسيق من أجل التحكم في تدفق المهاجرين بطريقة غير شرعية كان مناسبة أبرز خلالها وزير الداخلية معاناة الجزائر بصمت وبمفردها جراء تدفق المهاجرين الوافدين إليها من 43 دولة.
بالجود عبر عن وعي الجزائر بخطورة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على كل دول منطقة البحر المتوسط، مؤكدا أن الجزائر وضعت استراتيجية واضحة المعالم ورصدت على مدار سنوات موارد مالية وبشرية ضخمة لمواجهة الظاهرة، منوها بدور الجيش الوطني الشعبي في مواجهة كل هذه التحديات. وزير الداخلية أكد أيضا إيمان الجزائر بالعمل التشاوري والتشاركي وإرادتها في إقامة تعاون نموذجي بين كل دول المنطقة، وهو المبدأ المستمد من قناعة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في اتباع مقاربة شاملة أساسها التضامن لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية. وعلى هامش أشغال الاجتماع الوزاري التقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلا سيكا غوميز. اللقاء سمح بتقييم وبحث سبل التعاون بين الجزائر وإسبانيا في مختلف المجالات. كما تحدث كمال بالجود مع نظيره النيجيري، الطرفان تناولا أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما تعلق بالهجرة غير الشرعية. انتخبت أمس فوزية بومعيز أنباركي سفيرة ومندوبة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا على رأس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بإعداد اتفاقية دولية حول مكافحة استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لأغراض إجرامية بمقر الأمم المتحدة، حسب ما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها. واعتبر بيان الخارجية أن التأييد الواسع لهذا الترشيح الجزائري يعكس الثقة الموضوعة في الجزائر لقيادة المفاوضات من أجل اعتماد الاتفاقية الدولية حول مكافحة استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض إجرامية، مضيفا أن المجتمع الدولي أعرب بذلك عن دعمه لرؤى ومهارة الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كما أشار البيان إلى أن المجتمع الدولي أكد بذلك من جديد تمسكه بالقيم العالمية للمساواة والسيادة والاستقلال ومبادئ الشمولية والشفافية والحيادة التي يجب أن تسود خلال المفاوضات، مضيفا أن هذا النجاح المستحق يتوج الجهود المكثفة التي بذلت في فيينا ونيويورك لتعزيز دور الجزائر ومكانتها على الساحة الدولية، كما يؤكد الثقة الموضوعة في الجزائر لقيادة مفاوضات صعبة بإيجابية. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. وترقبا لهلال شوال لسنة 1442 هجرية، تلتئم أمسية اليوم اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية في ندوة خاصة بليلة الشك بدار الإمام بالمحمدية لرصد ثبوت رؤية هلال شوال من عدمه. الندوة تنقل مباشرة عبر قنوات التلفزيون الجزائري، ترقبوها. ولأن فرحة العيد لا تكتمل إلا بارتداء كل جديد، تقصد العائلات الجزائرية محلات بيع الألبسة من أجل اقتناء لباس العيد لأبنائها. عبد الرزاق رمضان زار بعض المحلات بالعاصمة ورصد لنا الانطباعات التالية. الحركية في هذه المحال بدأت منذ أيام، والكل في رحلة البحث عما يعجب الذوق والجيب على حد سواء. السلعة العموم كاين شوية، كاينة مليحة هكا، يعني الزوال يكسي روحو، الغني يكسي روحو، الناس صافا، كاين السومة مليحة وكاين مع القليل ومرفه كعرف. رحت أنا بابا باش نشري حوايج جايد شامانيف، ساعدنا تاع اللبسة باش نشري حوايج، وكانوا هايلين الحوايج، خيرتهم كيما حبيتهم أنا. لقينا لي بخي شوية غاليين، السلعة ناقصها هذا العام، ما على بالناش علاش. ومي وبديجي لازم نشرو دراري صغار، لازم نشرو لهم. من جهتهم أصحاب المحل وإن سعوا لتوفير العروض وتلبية رغبات الزبائن، إلا أن عوامل كثيرة أثرت في عملية البيع. باسكو صرا عندي كالاج بارابور على العوامل اللي فاتوا، حنا اون اسي باش نديرو هذاك اللي كيليبري كلش بارابور على البري، بارابور لا ديسپونيبيليتي ما كاش. رانا نخدمو على حساب واش كاين سلعة في المارشي، والكليون على بالك دياموندي شوا، لازم يكون عندك ان غرون شوا قدايا، سي فرصة السلعه راهي ناقصه شويه ماشي كيما العوام اللي فاتوا. هو العيد فرحه الصائم عند فطره،
ومن عادتنا استقباله بأبهى حلة وفرحة الأطفال بلباسهم الجديدة. وببشار تشهد محلات بيع الألبسة الحرفية إقبالا كبيرا للمواطنين لاقتناء كسوة العيد عن كثب. دنيا نوالي. تشهد محلات بيع الملابس هذه الأيام بمدينة بشار إقبالا كبيرا من طرف الأولياء لاقتناء ما يرونه مناسبا لأبنائهم من أجل فرحة عيد الفطر. في العيد الصغير نشرو القش لوليداتنا، نديرو له الحنة، نفرعوه الثقالين تاعنا. كنجي مع ماما كل عام نشري القش هنايا باش نخرج فيه العيد، في العيد ونشوف صحاباتي ونمشي على الخاناتي ودار جدي ونلقى تحية على ماما. رحنا هنا دائما نجي الحاقة باش نكسل وليدات ونفرحوهم. وراك تشوفي هنا السوق راه حركة كبيرة، الحاقة نلقاو الأسعار في المتناول والجميع. المسكين يقدر يشري واللي عنده يقدر يشري. سارع التجار إلى تأمين السلع المطلوبة بأسعار تنافسية لتلبية الطلب الكبير عليها مع توفير جميع الموديلات لمختلف الأعمار. كان إقبال كبير في السهرات، نخدموا العائلات في أحسن المعاملة ومرحبا بهم إن شاء الله، ونتمنى لهم عيد سعيد. مدام رحنا في الأيام التالية تاع رمضان إن شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء، وإحنا التجار اللي عنده واللي ما عندهش قاعد يعيدوا إن شاء الله. رحنا مخفضين قال الأسعار ومرحبا بالجميع. ومع اقتراب عيد الفطر اقتناء الملابس الجديدة من أجل الاحتفال يدخل الفرحة والبهجة في نفوس الأطفال الصغار، إلا أن خطر الجائحة لا يزال قائما واحترام البروتوكول الصحي واجب وأكيد. وبالمهجر تكافل وتضامن بمدينة غوان الفرنسية يخفف عن المغتربين وطأة البعد عن الأهل بالتقائهم على موائد الإفطار الجماعية اليومية. التغطية لعفاف بالهوشات بصوت خالد ذهبي. مدينة غوان منطقة طلابية بامتياز، والجزائر على رأس الجنسيات المتواجدة في هذا الشهر، حركة تضامنية تهيئ موائد الإفطار يومياً. لدينا مساهمات مالية من مسجد باريس ومن المحسنين الذين يساعدوننا كل يوم. الفضاء كخلية نحل لا تهدأ، أيديه المحسنة جزائرية خالصة. خلال شهر التسامح وشهر الرحمة أعتقد أن الجزائري بحاجة إلى التلاحم والتوحد في مواجهة الاختلافات والأخطار ومجابهة كل ما يمكن أن يشكل عنصرا للانقسام. في الشأن التربوي تنظم وزارة التربية الوطنية ابتداء من 17 مايو الجاري جلسات عمل ثنائية مع كافة المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع، تخصص بالدرجة الأولى لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي والخاص وكذا المسائل ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع، حسب بيان للوزارة اليوم الذي أفاد بأن هذه اللقاءات التشاورية الدورية ستعقد مع الشركاء الاجتماعيين وفق رزنامة مسطرة. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، استقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أمس أعضاء المكتب الوطني للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وفي الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل للشفاء 149 مريضا، حسب بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مايو الحالي عدة عمليات تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا. حمزة أحمد بالقسام. في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عمليات بحث وتفتيش قرب شريطها الحدودي بكل من أدرار وإنجزام، كشفت وضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف و5 مخازن ذخيرة، بالإضافة إلى بندقية رشاشة من نوع أفامبيكا مع 33 سلسلة ذخيرة و2678
الطلقة من مختلف العيارات وأغراض أخرى، كما تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران، وكشف وتدمير 3 مخابئ للإرهابيين، وقنبلتين تقليديتي الصنع بكل من المدية وعين دفلة وبومرداس. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحديثة الهادفة إلى القضاء على آفة الإتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 18 تاجر مخدرات، وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية 5 قناطير و52 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من الكيفي المعالج، حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب. وفي هذا الصدد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليم الناحيتي العسكريتين 2 و3 9 تجار مخدرات، وضبطت 5 قناطير و47 كيلوغراما ونصف الكيلوغرام من الكيفي المعالج، في حين تم توقيف 9 تجار مخدرات آخرين وحجز 5 كيلوغرامات من المادة نفسها، بالإضافة إلى 5471 قرصا مهلوسا في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمراس وإنجزام وبرج بجي مختار وجانات 245 شخصا، وحجزت 28 مركبة و120 مولدا كهربائيا و55 مطرقة ضغط ومعدات تفجير، وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 1013 كيسا من خليط خمي الذهب والحجارة، بينما تم توقيف 8 أشخاص وضبط 3 بنادق صيد و5 قناطير من مادة التبغ و53436 وحدة من الألعاب النارية. خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من الوادي وورقلة وسطيف وأدرار والمدية والمسيلة، كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب 74,767 لترا بكل من التبسة، الطارف، سجهراس وبرج بجي مختار. في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية ل 172 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشليف، تيبازا والجزائر العاصمة ووهران ومستغانم وعين تيموشند وعنابة، فيما تم توقيف 41 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من أدرار، بشار، تلمسان، جانات وتبسة. عملا بحق المواطن في الإعلام، تعلم النيابة العامة لدى المحكمة العليا أنه بتاريخ 10 مايو الجاري صدر عن غرفة الجنح والمخالفات القسمين رقم 18 و20 قرارين، الأول يتعلق بقضية ألمي مراد، ألمي خيدر، ويحيى أحمد، يوسف يوسفي ومن معهم، والثاني بقضية طحكوت محي الدين، أحمد ويحيى، سلال عبد المالك، غول عمار، يوسف يوسفي ومن معهم. وفيما يخص القضية الأولى الخاصة بالمدعو ألمي مراد ومن معه، رفضت المحكمة العليا طعون جميع المتهمين، وكذا طعن النيابة العامة ضد جميع المتهمين إلا فيما يتعلق بالمتهمين المتهمين الذين استفادوا من الحكم بالبراءة، كما قبلت طعن الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا. وبالنتيجة، فإن القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 أصبح نهائيا في الدعوى العمومية حبس غرامة مصادرة وقابلة للتنفيذ إلا فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا من البراءة. أما القضية الثانية الخاصة بالمدعو طحكوت محي الدين ومن معه، فقد رفضت المحكمة العليا طعون جميع المتهمين وقبلت طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض تهم والعقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين، كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
النتيجة فإن القرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 18 نوفمبر 2020 أصبح نهائيا في الدعوى العمومية حبس غرامة مصادرة وقابلة للتنفيذ فيما يخص تحقوت محي الدين وكل من لم يشمله قبول طعن النائب العام. في النشاط الحزبي اعتبر رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام مساء أمس بسطيف اعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة مصيرية وحيوية. جاء ذلك خلال كلمته قبيل إفطار جماعي نظمه والمكتب الولائي لحزبه بالولاية. احنا قررنا أن نشارك في هذه الانتخابات، وبالنسبة لنا انتخابات إذا كانت الرئاسيات شكلت لنا مفتاح للحل والانطلاق في الحل الدستوري، وتعديل الدستور شكلنا الأرضية التي نبني بها مؤسسات الدولة ونعيد النظر في منظومات القوانين والتشريعات وأنماط وطرق بناء مؤسسات الدولة. وبسيدي بالعباس أكد رئيس حزب الوسيط السياسي أحمد العروسي رويبات أن الانتخابات التشريعية المقبلة محطة حاسمة لبناء دولة المؤسسات واستجابة لمطالب الحراك المبارك وتجسيدها ميدانيا، داعيا الحفاظ على الوطن وعدم الانسياق وراء دعاوي وشعارات التفرقة. ومن هذا المنطلق كونكم مترشحين أوصيكم بأن يكون الخطاب نتاعكم هو خطاب الحكمة، هو خطاب الاعتدال، هو خدمة الوحدة الوطنية، هو خدمة الرموز الوطنية، هو خدمة المشروع السلمي السياسي من أجل بناء دولة المؤسسات، من أجل دولة القانون. في ملف الصحراء الغربية دهنت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجالية الصحراوية اليوم تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين المطالبين بالحرية والاستقلال، معبرة عن تضامنها الكامل واللامشروط مع كل ضحايا آلة الاحتلال المغربية الهمجية. نختم النشرة بأجواء التنافس الفني الإنشادي، حيث اختتمت سهرة أمس بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال فعاليات الطبعة السادسة لبرنامج حادي الأرواح، والتي توج فيها المنشد عبد الله بشير من ولاية أضرار بالمرتبة الأولى. سهرة الختامية حضرها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بن الأخضر ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله. وعن التلفزيون خليل تواتي نتابع. ست أصوات تألقت في السهرة الختامية للبرنامج الإنشادي حادي الأرواح، والتي توجت المنشد محمد عبد الله بشيري من ولاية أضرار بلقب هذه الطبعة السادسة. الحمد لله الذي وفقني أن نلت المركز الأول في حادي الأرواح بطبعتها السادسة. هذا التتويج أهديه لعائلتي وأقربائي وأصدقائي وإلى كل محبي الإنشاد. جد يعني مسرور يعني وفخور بهذه النتيجة حقا، والحمد لله أننا يعني قدمنا الأحسن للجمهور. المنافسة كانت جد قوية، واللي أدى المرتبة الأولى كان يستاهلها ما شاء الله. اللجنة ما قصروش معنا بالملاحظات اللي من شأنها أن نطور من مستوانا. تحصلت على المرتبة الرابعة، وهذا الفضل يعود إلى بعد الله سبحانه وتعالى إلى كل المدربين والحصة أو مسابقة هذه الأرواح. بالنسبة لهذا البرنامج صار أكثر من ضرورة، إذ يتميز بالإبداع المتجدد من حين لآخر. ثانيا مواكبة التطورات. ثالثا أننا بحاجة أن نثمن موروثنا الحضاري، لأن الإبداع في جانب المديح والنشيد له أصول في الجزائر تختلف عن غيرها. المتسابقون وعلى مدار الشهر الفضيل أبدعوا وأبانوا عن إمكانيات صوتية كبيرة ومواهب صقلت بالتكوين والتوجيه. المعايير في التقنيات الصوتية في الأداء في الحضور على المنصة في كذا، كانت هناك بعض الفروقات اللي خلت شكون هو اللي جاء الأول، شكون اللي جاء الثاني، شكون اللي جاء الثالث. هؤلاء الأساتذة وهؤلاء المدربون عملوا على تقوية نقاط الضعف فيهم و تكميل النقص، فرأينا اليوم في السهرة الختامية هذا الإنجاز العظيم. طبعة متميزة لبرنامج حادي الأرواح سخر لها التلفزيون الجزائري كل الإمكانيات لتقديم مواهب لجمهور فن الإنشاد. ختام نشرتنا، وهذا الآن تذكير بالعناوين.
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمات هاتفية من كل من رئيس الجمهورية التركية ورئيس جمهورية فرنسا وأمير دولة قطر. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة إلى 28 شهيدا بينهم 9 أطفال. والجزائر تندد بالعدوان وتجدد دعمها اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه المشروعة. مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول يدرس ويناقش مشاريع مرسمة تنفيذية وعروض تتعلق بقطاعات مالية، الطاقة، الثقافة، البريد، التجارة والسكن. إبراز الدور الكبير للجزائر في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول تسيير تدفقات الهجرة بلشبونة بمشاركة وزير الداخلية. لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية تلتئم اليوم لرصد ثبوت رؤية هلال شوال من عدمها. وعشية عيد الفطر المبارك إقبال واسع للعائلات على المحلات التجارية لاقتناء ألبسة العيد. والروبورتاج كان من بشار والعاصمة. شكرا لكم على متابعتنا، صح فطوركم وصح عيدكم مسبقا. شكرا لكم، إن كان غدا إن شاء الله صح فطوركم، وإن كان العيد الخميس تتمة صح عيدكم. تقبل الله منا ومنكم، السلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.